ورجعنا لكم بعد الفاصل، ومعانا بقى الشيف داليا هتعمل لنا النهارده وصفه حلوه قوي. تعمل لنا كوردون بلو. وايه تاني؟ كوردون بلو. هنعمل سلطه فواكه بالشوفان مع عسل. تمام، هنبتدي الاول بالكوردون بلو. شوف بقى المقادير برضه هتنزل لنا على الشاشه. صدور دجاج كده بتبقى مفتوحه ومدقوقه عشان هنلفها رول كده. ومعانا بقى اي نوع بقى، لانشون، روز بيف، سلامي، وجبنه شيدر، وجبنه موتزاريلا. ده الحشو. هنتبل بقى الفراخ. معانا التوابل بقى، فلفل اسود، ملح، توابل فراخ، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، اي حاجه. نتبل الاول الفراخ. وبعد كده هنحطها في البيض، ننفضها بس من الدقيق كويس، ونحطها في البيض، نتأكد ان هي اتغلفت كويس جدا. وبعد كده ننزل بيها على الفيجيتار او البقسماط، بس ما افضلش ان هو بقسماط، يكون فيجيتار، عشان البقسماط بياخد لون بسرعة قوي في الزيت، ومش هنبقى ضامنين ان الفراخ استوت. وبعد كده هننزل بزيت غزير، طبعا يكون زيت كتير في طاسة غويطة، علشان نتأكد ان هي هتستوي معانا. بص انا حطيتها كده بقى خلاص في الزيت. بصوا معانا دلوقتي بقى مكونات سلطة الشوفان. معايا فواكه كده متقطعة مكعبات، اي نوع فواكه بنحبه طبعا. معايا شوفان كده حبابات صغيرة علشان يتجانس كويس مع اللبن. ومعايا طبعا اي نوع مكسرات بنحبه ممكن نستغنى عنها. معايا لبن، معايا زبادي، معايا عسل نحل. دلوقتي الشوفان في بولة كده غويطة. هنحط عليه لبن يكون دافي، ونسيبه كده على الشوفان 5 دقايق بس على جنب قبل ما نحط عليه باقي المكونات، عشان نضمن ان الشوفان شرب اللبن. بس عشان انا وقت الحلقة هكمل بقية المكونات على طول. يعني هحط بقى دلوقتي معلقتين زبادي كبار، وهقلبهم كويس عشان اتأكد ان هو اختلط مع باقي المكونات. بعد كده هنزل بالعسل النحل، معلقتين كبار عسل نحل برضو، طبعا حسب الرغبة. يعني بصوا الحاجات دي ما فيهاش مكونات، براحتكم. بعدين هننزل عليهم بقى بسلطة الفواكه دي، برضو الكمية براحتنا خالص، مش موضوع ده، يعني مفهوش مقادير بالظبط. يعني الطعم اللي بنحبه نزوده اكتر، حاجة مش بنحبها نقللها شوية، بس هي في الاخر في المضمون يعني سلطة مفيدة وطعمها لذيذ جدا. واخر حاجة هنحطها على الوش طبعا المكسرات. انا مستخدمة هنا سوداني، اي نوع مكسرات متوفر عندنا، اي نوع بنحبه طبعا نحطه براحتنا، بس بتبقى طعمها تحفة بجد، ومفيدة وصحية جدا جدا، واهم حاجة بقى ان هي مش بتتخن. رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نختم بقى حلقتنا النهارده، ونشوف بقى الاكل بعد ما طلع. هتقول لنا بقى داليا المقادير سريعا تاني كده.
مقادير الكوردون بلو صدور فراخ مفتوحه كده ومدقوقه عشان تستوي معانا اسرع، وهنحشيها بقى الحشوه اللي احنا عايزينها، روز بيف، لانشون، جبنه موتزاريلا، جبنه شيدر، اي حاجه بنلفها بنتبلها وبنلفها رول، نحط الحشوه ونلفها رول ونحطها بقى في الكفر بتاعها. والحلو حطينا لبن عليه، معلقتين شوفان عليه، معلقتين زبادي، معلقتين عسل، سلطه الفواكه اللي احنا نحبها، مكسرات اللي احنا بنحبه، اي ملهاش مقادير يعني، اي حاجه بنحبها نحطها، ما نحطهاش براحتنا. طبعا انا بشكر فندق كاتاركت الهرم، وبشكر مستر احمد عبد الحميد ومس اميره، وبشكر كل الاستاف اللي تعاون معانا عشان الحلقه تطلع بالشكل الجميل ده. اشكركم، اشوفكم في حلقه جديده من برنامجنا فيها حاجه حلوه.